نحكيه على تصريح لرئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إنه التصريحات التي تأتي من الخارج لا تعنينا، ويقول أي شخص ما عندوش الحق باش يفرض على الدولة الحاجات اللي ما يحبهاش الشعب التونسي، ويقول أيضا أي جهة في تونس ما يلزمهاش تتصرف خلافا لسياسة رئيس الدولة. شنو رأيك في التصريح قيس سعيد؟ كلامه صحيح ومعقول، وأنا نحبه برشا قيس سعيد بالحق، نحبه ما نعرفش نحسه بدل برشا حاجات. بالنسبة للسيادة الوطنية، كل ما كل إنسان يعتبر نفسه وطني غيور يلزم يرفض رفضا تاما التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي. على فكرة عندنا مثل مشهور برشا يقول لك ما فهمش قط صاد الربي. المصلحة، مصلحة الدول هذه تقتضي معناتها باش تتدخل، معناتها باش الضمان المصلحة نتاعها لا هي مصلحة لا للديمقراطية. هم بعاد على الديمقراطية وبعاد على هم للغرب يخمم كان في المصلحة الخاصة نتاع، ما عمره ما كان نهار يخمم في تونس ولا يخمم على الشعب التونسي ولا يخمم على حد. وهذا ماذا بينا رسالة للخونة اللي يمشوا يلتجيوا للغرب غاديكا ويبدوا يتبكاوا على عتبات المنظمات هذه الحقوقية الأوروبية، سواء كان الأوروبية ولا الدولية. أنا من هنا مع الموقف نتاع رئيس الجمهورية، لخاطر ما بعد الثورة احنا عملنا ثورة باش نعملوا سيادة لرواحنا، باش نعملوا ناخذوا موقف احنا لرواحنا. اليوم ما يلزمش حتى الدولة تتدخل فينا، ومع هذا يلزم نحنا كشعب نخدموا على رواحنا أول حاجة باش نعولوا على رواحنا، نعولوا على ميزانيتنا، نعولوا على ثرواتنا، باش ما عادش نعولوا على الدول الأجنبية، وما عادش نحاولوا ولا ناخذوا ولا القروضات ولا الإعانات وإلخ. حاصلوا احنا تو كشعب زادة يلزمنا ناخذوا مع الدولة، يلزمنا ناخذوا مع رئيس الجمهورية باش ما عادش يدخل فينا حتى واحد. مسند قرار السيد الرئيس، على خاطر كل دولة عندها الهبة نتاعها وعندها قانون نتاعها قوانين نتاعها، وخاصة كوني تونس عمرها ما دخلت في أي قضية ولا مشكلة نتاع بلاد أجنبية، ولهذا حتى دولة ما عندها الحق باش تدخل في الشأن الداخلي نتاع تونس، لا في القضاء ولا في الحياة الاجتماعية ولا في حتى شيء. عندهم الحق يحبوا يلاحظوا يجيوا كملاحظين لا أكثر ولا أقل، لا باش يعطيوا أحكام مسبقة اللي هي وصلت لهم من عند بعض أطراف اللي هما خونة من البلاد. فهمني احنا نفكروا توا واحد كما نرجعوا للتاريخ، نذكروا الواقع نتاع حمام الشط، الموقف نتاع بورقيبة موقف مشرف وتحدى العالم مجمع وتحدى أمريكا، وربحنا ربح القضية هذه. مش عارف توا على السياسيين اللي في تونس توا جدد بما فيهم منصف المرزوقي واتباعه، الناس قاعده تخمم كان باش تبيع البلاد. معقول كلامه، خاطر احنا توا في تونس مثلا ما حتى واحد ما يتدخل في شؤون نتاع فرنسا مثلا، ولا علاش هو ما يتدخل؟ وعلاش شنو ما خاطر هما سوبيريور على خاطر هما عندهم ريشاس وعندهم الواحد، لكن هما توا تسموهم مستعمرين عندهم هما، خاطر فما برشا برشا حاجات مازالت تحتهم هما، تحت السيطرة عليهم. بون مالوريزمون فما عملاء لهنا بالطبيعة الفلوس تغرهم، كي يجيك واحد أنت من برا يقول لك خذ كذا واعمل كذا ولا نتفاهموا في كذا. فما العشر سنين اللي فاتوا شنو عملونا؟ ما عملونا شيء، كان الخراب وكان سواء من الاتحاد سواء من الجماعة هذوما اللي ضد المسار الجديد، فهمتني؟ وهم الكلهم يجريوا على المنصب، راه صدقني كلهم على المنصب. هو الكلام راهو باهي ومعقول وسمح ياسر، لكن ما بين الحديث والفعل راه ثم بون شاسع. نعرفوا إمكانياتنا، نعرفوا حدودنا، نعرفوا موقعنا الجغرافي وموقع تونس الإقليمي، فهمتني؟ ما نقدوش نعيشوا في عزلة على العالم. العالم ثم قوى في العالم قاعدة تحكم في العالم، تحكم في قوى أقوى منا احنا بياسر وتفرض عليها في السياسات. هذا ما تقديش أنت ولا أنا نختلفوا فيه معه في كل شيء. احنا عندنا دولة، عندنا سياستها وعندها سيادتها، فلذا كل دولة تحترم روحها. ما نحبوا حتى دولة تدخل فينا احنا. عندنا رئاسة، عندنا رئيس جمهورية قايم بواجبه ينظف من سواء كان من السرقة من الاعتداءات من كل شيء قاعد ينظف. فلذا
شنو الواجب باش يدخلوا فينا احنا؟ المفروض ما يدخلوش فينا بحتى اي طريقه بحتى اي سياسه بحتى اي قانون. دولتنا عندها سيادتها. بالطبيعه لازم ما تكونش تدخلات اجنبيه، كل واحد يلها في مشاغله، وكل مسؤول وكل رئيس كيحل مشاكل بلاده يتسمى عمل انجاز كبير. يعني تدخلات اجنبيه انا اشوفها هي جراء اما غيره او حقد خارجي، فما يلزمش خليو الاجانب يدخلوا في سياستنا الداخليه. عنده الحق، عنده الحق، رايه صحيح حسب اعتقادي الشخصي، رايه صحيح هكا. احنا مصالحنا الشخصيه احنا معناتها احنا نقوموا بها مصالحنا الشخصيه، احنا نفضوا مشاكلنا، احنا نتعاونوا مع بعضنا، التفاف العباد ومعناتها فهمتني، ونقصوا من الكلمات والسلامات، ونقصوا من هكا من الفتنه، نقصوا من الكلام الزايد برشا الكلام اللي خارج عن نطاق هكا فهمتني، ونتلهاو هكا باش نصلحوا رواحنا ونصلحوا الوضع في البلاد هكا، وتو كل شيء يجي بطبيعته هكا. اليسر من عند ربي سبحانه وتعالى. انا عشت لبرا ونعرف، معناتها عشت لبرا مده طويله ونعرف الظروف في اعرق دوله في الديمقراطيه اللي هي اليونان، معناتها القوانين فيها تطبق بحذافيرها على الناس الكل مهما تكون الشان نتاعو. ما ريتش الشيء اللي قاعد صاير هنا في تونس. جملة بالعكس، ساعة المواطنين كيف يشاهدوا في التلفزة مثلا فما البرامج الاستقصائية، خاصة أنا كنت نتبعها برشا غاديك في اليونان، يعني يجيبوا قاضي، يجيبوا وزير، يجيبوا سفير، ما فماش واحد يكبر في عينيهم ويحطوه قدامهم ويتعرف شنو يمشمشوه يخليوه بالحجة والبرهان، وحتى واحد ما تكلم ويطبقوا عليهم في القانون. ثم شكون ينتقد في تصريحات رئيس الجمهورية، أغلبية تصريحات رئيس الجمهورية، ويقول إنها شعبوية، شنو رأيك؟ يقولوا على أرواحهم. رئيس الجمهورية قاعد يدافع على مصلحة البلاد، بينما الناس الأخرى اللي قاعدة تنبر سامعيني في الكلمة قاعدين يدافعوا كان على مصالحهم الخاصة ومصالح حسابهم ومصالح منظماتهم لا لشيء. ما نتصورش كانت تأتي من الشعبوية، هذاك الصحيح، هذاك الواقع. اليوم يلزمنا نعمل سياده للارواح، فما عكس هذا ما يلزمش يدخل فينا حتى واحد. اش مدخل فرنسا في تونس؟ اش مدخل ايطاليا في تونس؟ اش مدخل كيك سوا في تونس؟ احنا عندنا رئيس جمهوريه منتخب، عندنا شعب زاد بكلمته، عندنا مجلس نواب، عندنا سيادتنا، ما يدخل فينا حد. لا هما يقولوا هكاك، اسمع، خاطر هما نتصور ان هما كان جاوا في وسط في الحكم ما يقولوش كلام هذا، نجم يقولوا كلام هذا ما يكرمهم حد. اما هما بما من بعدوا على السلطه، وهذه حاجه كبيره برشا، حاجه باهيه برشا، اللي هذوما خاطر الناس كرهتهم ما عادش تحبهم يرجعوا. ما عملوا لنا شيء 10 سنين، ما عملوا لنا شيء. عراقيل يعمل فيها هذيك معروفه في تونس زي ما عندنا، كل نعرقلوا العبيد الناجحين، نحاولوا ما نخليهمش يتقدموا، هذيك هو معروفه تونس ديما، الله غالب معناتها ديما. احنا حتى هكا في حياتنا الشخصيه ديما في هكا، حتى هكا في العائله، في هي تمشي في كل ديما عندنا كتعرقيل، يسقطوا نحسوا عبد باش يوصل وباش ينجح، دونك ديما العرقله هذيك موجوده. شعار ليل التدخل الاجنبي طبعا اللي ديما نشوفوه في تصريحات رئيس الجمهوريه قيس سعيد، ثم شكون يرى انه هذا شعار لا يغني ولا يسمن من جوع، بل هو قاعد يضرب في تونس وقاعد يعزل فيها خاصه سياسيا، شنو رايك؟ والله شو نقول لك، توا هي لما حاله كي المغامره هي، علاش؟ على خاطر تونس مازالت محتاجه للفلوس، فهمتني؟ وهذوما جماعة هذوما خاصة اللي هالمعارضة اللي قاعدة تدعم في برا باش ما يعطيوش لتونس الفلوس باش يحبوا يبركوها، فهمتني؟ دونك يعني هما من ناحية تكوية ومن ناحية باهية، وموقف باهي نتاعو موقف باهي، لكن فما شوية خطورة من ناحية الاحتمال اللي يشدونا الواحد. أما شنو فما حل آخر؟ فما حل، هما توا علاش يجريوا ورا تونس؟ باش يحبوها، باش يحبوا يعطيو. علاش؟ خاطر شموا اللي تونس تحب تدور للصين وللواحد، فهمت توا، وروسيا. دونك ما يساعدهمش كي تجي روسيا لهنا والصين هوني، تستثمر هناك وكل شيء،
هما عاد مش يخسروها. وتونس بقعة استراتيجية من ناحية الأفريق، من ناحية كل شيء، يعني كل شيء كل شيء، يعني بقعة استراتيجية. هذاك علاش اهتمامهم فيها برشا، خاصة طول الأمريكان مثلا اللي يجيوا ضد الرئيس ويتكلموا في كلام زايد. هذا يا سيدي هذوما جماعة من الكونغرس نتاعهم بيدهم مشريين بالفلوس، خاطر غادي كي هما ما يهمهمش، خي هما يهمهم على تونس تهبط وتبرك ولا ما تبركش. هذوما سيدي جماعة يخدموا في الكونغرس، كي يجيو أشخاص كيما مناش احنا جماعتنا البيوعة اللي هناك، وخاصة توا مليارات عندهم فلوس، يعطيهم فلوس باش يمسخوا سمعة بلادهم، وهذوما خاونة يتسمى. عندك ثقة في تصريحات رئيس الجمهورية؟ من ناحية هذه عندي ثقة في التصريحات نتاعو، من ناحية أنه ما عادش يدخل فينا حتى دولة، أما بشرط كيف ما قلت لك، يلزمنا احنا كشعب يلزمنا نخدموا على رواحنا، ويلزمنا احنا تولي عندنا ميزانية ونعولوا على الثروات نتاعنا. عندنا ما شاء الله في تونس عشنا قبل الثورة ونعرفوا اللي احنا متدخل فينا حتى واحد، وعندنا سيادتنا ويلزم السيادة ذيك ترجع. يلزمنا تو في الوقت هذايا نعولوا على ثرواتنا، عندنا الفوسفات، عندنا خيرات تاع البحر، عندنا فلاحتنا اللي يلزمنا ندعموها، خاصة الفلاحة يلزم على الدولة انها تدعم الفلاحة. علاش الثقة في تصريحات رئيس الجمهورية انت كمواطن تونسي؟ حسيت فيه عندي احساس لكون انسان صادق، ولو اني في الاصل راني ما صوتلاش في الاول، وفي الدوزيام تور صوت لي هو. ايواش على خاطر قاعد يخدم ثابت ودلائل وكشف. انا حتى شكون رئيس يجرب شامل بالاخص على حزب النهضه يوقفه، حزب قوي ومنشور في كامل التراب الدول العربيه، يوصل قيس سعيد يوقفه، كيف ما نجيش معاه؟ هما كي يشدوا الحكم اعطيني شنو اللي يعملوه. جاو الدوله فيها فلوس، تو زين العابدين كيف خرج اخي دار على البنوك هز الفلوس، ما هزش فلوس خلاها، خاطر نيتو صافيه، نيتو صافيه. امي مالوريزمون هو حاجه واحده اللي هو واحد حقه عمل الاكيب معاه، خاطر وحده سي مين جنب سي ديفيسيل باش يقاوم. يا ولدي راي بارديه بارات نتاع مافيا نتاع هذوما اللي يخبيو في السلعه واللي يعملوا. يا ولدي قداش باش يقاوم؟ قداش؟ اسمع، وين تدخل في بلاصه تلقاها خامره، تلقاها خامره، تلقاها مخليه. ترى انه البلاد ماشيه نحو الاصلاح والبناء في ظل حكم رئيس الجمهوريه؟ التفائل ديما عمل، ديما يلزمنا نكونوا نتفائلوا، ديما نعطيو الانسان وقت، نعطيوه الفرصه. علاش ليه؟ كل انسان ينجم يصلح البلاد، وان شاء الله بقدره ربي ان شاء الله الناس الكل مع سي سعيد، بقدره ربي لاباس، بقدره ربي توصل. اما بعد 25 جويليه بالنسبه لك انت تونس خير؟ معناتها بعد الثوره المرحله العشر تصلح بشويه بشويه، مش خير هي، فما تحس فما عراقيل، تحس فما حاجات قاعده كيما فقدان السكر والزيت وكل، تحسها ما نعرفش، انا نقول بفعل فعل معناتها جوست عراقيل، وبقدره ربي بشويه بشويه بقدره ربي تونس الى خير.